لك عبوه؟ محبس الذهب وين؟ اش مدريني؟ شنو اش مدريني؟ محبس الذهب جبته البارحه وين راح؟ يعني شنو تتهمني انا بايقه؟ اي انت بايقه وما اش مدريني اني؟ وين راح لعاد؟ راح للبيت. شنو؟ قلت لك؟ لا مو انت تتهمني هذا بايقه. اهلي شكو؟ يعني يجيكم تتهموه؟ خالد باقي؟ وراح يمشط هناك والثاني من الغرفه هو باقي. طب غرفتي؟ اي مشطت بس ما بقت يعني. اسمع لي يا خالد، انا هذا عبو اعرفه زين، يعني ولد متربي وايده مو طويله، فانت اذا ماخذ المحبس طلع احسن لك ابوي. يعني انا ما متربي وحرام ايده طويله ها؟ طلع المحبس. ما ليش دخلني؟ طلع المحبس لك. شنو طلع المحبس؟ اروح هسه دروجه اروح. اوقف. تعال عبو. ها؟ تعال يمي. شكو؟ اقول لك هو حتى اذا ماخذ المحبس ما راح يطلع. لا شو نسوي؟ انا اقول لك شو نسوي؟ احسن شيء بوق لسانه. الو عوف عليه. يلا حبيبي يلا عيني. سهله سهله خالد. افتح عليك والله. خالد شو تسوي؟ ده ابوك لسانه انت مو قلت لي؟ هو هيك تبوق لسانه اثول هيك تبوق لسانه. ويلي عليك. تعال امي تعال. خذ اخوك خذ اخوك خبلتون خذ اخوك. هيك تبوق لسانه اقرا الولد. لا شلون؟ لك جرجره بالحكي او وقعه. حتى تصير واضحه. اقول لك ايش؟ يلا عيني. باوع اخوي باوع دق عليك دق لك ايش تسوي؟ تعال لك هو هيك دعوني والدين. لك مو هيك توقع على قثول. قلت لك 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 توقع بالحكي مو تول الولد كله تكوم بالقاع. انت مو قلت الجرجره. مو هيك تسوي. تعال شو اسوي؟ لك اضغط عليه. اه استفتيني. اي باوع احنا زينين وياك. لك انت ايش تسوي عبو؟ روح يا ام اخوك تعال. ده اضغط عليه. تعال اضغط عليه. ايش اضغط عليه؟ لعابه هو ضاغط على راسه هو هيك. تقول له اضغط عليه. اسكت يا ابني باوع. اذا تريد اطلع المحبس هدده وخوفه. حلو. دبرها؟ ايه. دبرها لك؟ لا اقول لك حلو. يلا روح. سهلة. شنو عيني؟ بزونة يمك؟ دا خوفه. احنا بشباط؟ تعال لك. انت قلت لي خوفه. مو هيك هيك الخوفه؟ شوف هذا راح يخبلني. شلون؟ ذبله لقط. يعني شنو؟ ذبله طعم. حلو من البداية ولا دبرها؟ شلون ما دبرها؟ باني لك سهلة. سهلة. هاي لقمة الصياد. يلا عمو يلا يلا عبو ايش تسوى عبو؟ خليك قيس على حلقة. حبيبي المحبس مو عندي ايش تسوى اخو؟ يا معود عبو تعال سنارة جايب سنارة. قلت لك دبلة طعم تجيب سنارة. انت مو قلت لي انت مو قلت لي طعم. تعال يمي تعال دبها. والله ما لك خليها بحقك الطعم. لك دبلة طعم يعني شنو؟ يعني تخلي له فشي قدامه فشي ثمين. اذا باقي له هذا الشيء ثمين معناه هو باقي المحبس. الو يعني كمين؟ كمين عافية. فشلون اخلي شيء ثمين؟ طبعا انا راح اخلي هذا الاسوار مالتي. ايه؟ وانت ظل تراقبه بس يلزم الاسوار يدي ياخذه انت شايت عليه من البدايه وهيجي. طبعا هسه انا راح اخليه. ما شافني مو؟ لا لا. اي لك هذا شو الاسوار غالي؟ ما عجبك؟ خبوا شوفوا يا ايدي ويا المي. اخوك الحرام طلع حبيبي. الو تعال لك تعال تعال. ها؟ تعال شنو؟ شنو؟ هذا محبسي وهذا سواري. شنو؟ ايش قال بايقين انا لقيت هنا؟ لك شنو لقيت لك؟ هذا محبسي وهذا سواري. لا لقيت هنا تتهمني قدام خالد انا مالتي انا ابوي. يقول انا ابوي ولك ايش حجي؟ لك يوم الله يرحمك شو سويتي بيه؟ شو طيتي هني؟